الكابتن حمزة الجمل، النجف ليس فريقا سيئا ولكن يحتاج إلى التهديف فقط. نادي النجف هيجي بقوة، أنا بقول لك يعني الفترة السابقة اللي بيعمل في نادي النجف هو بطل. حصل الظروف مش عايز يعني إصابات، جمعنا الفريق، الأداء كويس والتنظيم كويس والروح عالية. احنا عندنا مشاكل فنية مش عايز أبوح بيها، إنما احنا قادرين إن احنا نعالجها في الحاضر ونعالجها في المستقبل، إنما احنا بنعتذر لجمهورنا إن احنا بنفقد نقاط على أرضنا. إنما نادي النجف يتحسن أداؤه وبقوة في القادم إن شاء الله بإذن الله وفي المستقبل إن شاء الله بإذن الله. إنما احنا بنقول احنا بنشتغل ومنظومة بنأدي كرة كويسة، ولكن في مشكلة في إنهاء الفرص أو كده، وده طبيعي ان احنا فقدنا بعض العناصر او الاخير، مش عايزين نرجع للماضي، انما الفتره اللي جايه هتبقى مضيئه ومشرقه في المستقبل ان شاء الله.